نهاية حفلة جوي أوردز 2022، وأنا عارفة ومتأكدة إن المعجبين والمتابعين اللي صوتوا واللي ما صوتوش مستنيين على نار. عندي مشكلة في شعري والميكروفون. مستنيين على نار نتيجة تصويت الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى. ومبشركم وفاء وأنا بأن الانتظار انتهى. رحبوا معانا على المسرح بالفنان قصي الخولي والفنان معتصم النهار لتقديم جائزة الفنانة المفضلة. سعيد وفخور بوجودي معكم اليوم قصي. لحظة. مساء الخير. أنا كمان سعيد جدا بوجودي معكم، سعيد أكون متواجد بالمملكة العربية السعودية. تفضل. قصي في مشكلة. خير. أنا كنت محضر أقول عن الفنانات وأوصفهم بالإحساس والفرح والرومانسية والحنان، بس هذا الشيء قال عن الفنانين قبل شوي، شو الحل؟ صحيح. أنا عندي حل ظريف. خلينا نشوف مين الفنانات المتنافسات وبعدين نشوف الفائزة إذا تنطبق عليها الصفات. طبعا خلونا نشوف مين الفنانات. أحلام ترفرف يا فكير الريش ضيقة والنهار قصير يا ليتني أصالة إليسا شفت الضحكة طلعت زي حلوة ومن قلبك نانسي عجرم إنك 60 حتى ولا حتى 70 إنت 100 على 100 ولا طبعا لحظة حاسمة. لحظة حاسمة. الفنانة المفضلة والفائزة هي أصالة. أهلا وسهلا. ما شفت كم من الوجوه السورية لأنه إلي زمان تارك الوطن، رغم أنه السعودية احتضنتني ومصر الله يحفظها احتضنتني، وكنت أنا ما مصدق أني أنا أخذت الجائزة وحياة الله فكرت أي حدا باسمه أنا، ما بعرف ليه كنت شاكة وخايفة، وكمان أنه أخذ الجائزة من بتقديم من فنانين اثنين أنا بحبهم وبقدرهم وقلهم عندي كل المحبة وكل الاحترام. مشتاقة كتير شوف أهلي وأصحابي ومبسوطة بشكل. بدي أتشكر للسعودية لأنه أنا لولاها أكيد ما كنت وصلت ولا لأي مطرح. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أبو ناصر، شكرا جزيلا MBC، شكرا معلمي سالم الهندي اللي بعشقك، شكرا كل الفنانين. كثير مبسوطة وبدي مع أنه ما بدي أهديها لحدا بس مثلا بدي أعطيها لجوزي لأنه اهتم فيه وكان لي أب وكان لي أخ وحبيب. شكرا جزيلا، كثير مبسط. اللوسة I love Elisa so much بالإنجليزي.